عشرات المقدسيات منعنا من الدخول للأقصى ضمن قائمة وزعت على كافة أبوابه تفيد بمنع دخولهن إليه. زينة أو إم رضوان حاجة مقدسية تجاوزت 50 من عمرها، وكانت تحرص على أداء الصلاة في الأقصى يوميا ولو لمرة واحدة. أم رضوان لم تتخيل يوما أنها ستضطر للوقوف على أبوابه للتصدي لاقتحامات اليمينيين والمطالبة بحقها في الدخول إليه. فأم رضوان وغيرها من المرابطين فاتوا مهددين بالانتماء لما تصفه إسرائيل بالتنظيم المحظور. حقيقة يعني أنا لم أجد شيئا أمر على القلب وعلى النفس من أن أصل أبواب المسجد الأقصى وأنظر إليها دون أن أتمكن من الدخول إليها. لم أشهد يعني حزنا كالحزن الذي يعني يصيبني على أبواب المسجد الأقصى، حيث أنني أبعد عن المسجد الأقصى. يقدر عدد المرابطين والمرابطات بالمئات، لا تنظيم لهم كما يقولون، وهدفهم إقامة الصلاة والحلقات الدينية والتواجد في الأقصى للحفاظ عليه. الحكومة الإسرائيلية صعدت خلال الأشهر الأخيرة من سياسة استهداف جماعة المرابطين وتحميلهم مسؤولية تأجيج المواجهات في القدس. وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أشاد بقرار وزير الدفاع موشى يعلون بالإعلان عن المرابطين كمنظمة محظورة، مشيرا إلى أن القرار سيمكنهم من اتخاذ إجراءات أكثر شمولا. حتى الآن يتم دراسة هذه الإجراءات، هي أكثر إنفاذ وأكثر شمولية وأكثر تشديد عقوبات وأكثر قد تتضمن. لاحقا هناك مشاورات مع المستشار القضائي للحكومة في وضع البنود التي هي أشد نفاذا وأشد عقوبات. يقول المقدسيون إن انطلاق شرارة المواجهات لا يشير في حقيقة الأمر إلى عاطفة دينية، لأن كبار الحاخامات حرموا الصلاة في باحات الحرم استنادا للشريعة اليهودية، لكن اقتحامات اليمينيين اليهود والمواجهات واستهداف جماعة المرابطين أحداث يرى فيها المقدسيون خطوة سياسية للتمكين من تقسيم المسجد الأقصى. الإجراءات الإسرائيلية المختلفة بحق المقدسيين والمرابطين صنفها الإسرائيليون على أنها ضمن المحاولات لإعادة الهدوء، في حين يراها المقدسيون محاولات عقابية لا تتماشى مع القوانين الدولية وتأتي لتأجيج الوضع لا غير كما يقولون. من القدس تماضر ملحم، الحرة.